بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة رئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وأعرب جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.